ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد شليمي المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، بعد التحية. طبعا دكتور، من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم من قبل وزارة الداخلية، تبين القبض على أحد العناصر الإرهابية التي كانت سببا في استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة 9 آخرين طبعا، واكتشاف خلية جديدة وأدلة جديدة على التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي البحريني، إضافة إلى سعي نظام الوليه الفقيه لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. كيف تقرؤون أهمية هذه الكشف عن هذه الملابسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أحيي الحقيقة يعني زملائي في السلاح، سواء في قوة الدفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن. الحقيقة يقومون بمجهود رائع، هم مجاهدين يحمون أبناء وبنات البحرين، يحمون وطنهم البحرين. وأنا أقول لك، شفتي هالتفجيرات وهالمشاكل حدثت في دول عظمى، هذه لمرة أو مرتين اهتزت هذه الدول. نعم. مملكة البحرين بقيادتها وشعبها متماسكة وتلقي القبض على المجرمين. الآن هناك استهداف، يعني الكل يعلم أن منطقة البحرين مستهدفة، وأن الحقيقة استخدام العنصر الطائفي بالذات من قبل الحرس الثوري وخصوصا فيلق القدس، لأنه هو مسؤول عن التدخل في الدول، يجعل أن عبء على المواطنين. أنا الحقيقة أطالب مواطنين البحرين بالذات المناطق اللي صارت فيها المفروض يفلقون ويتعاونون مع السلطات، لأن هذه الباص أو هذا الباص أو هذه السيارة قد يكون فيها أقرباء لكم، قد يكون يعني شركائكم في الوطن. بالتالي مطلوب الحقيقة أن المواطنين أيضا يتعاونون بشكل أكبر، خصوصا في هذه المناطق، وأن لا تضحك عليهم الحقيقة البروباغندا الإيرانية في إشعال الطائفية. خلاص يعني احنا زرنا البحرين وشفنا الحقيقة عاشوراء وشفنا الأمن الموجود، وشفنا حتى الحكومة تسهل وتأمن. نعم. كل الناس. بالتالي أعتقد أنا أول شيء أشد على يد رجال الأمن وجميع القوات الموجودة، والحقيقة نطلب من المواطنين في بعض المناطق أن يكونوا متعاونين أكثر لحماية بلدهم والحفاظ على البحرين بدل ما تصير فوضى. نعم، لو نتكلم لعل ربما تفكيك الخلية قبل ساعات الصفر دلالات واضحة على الجهود الاستباقية لوزارة الداخلية، لها أهمية كبيرة طبعا في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كيف نقرأ اليوم هذه الجهود التي تتمكن من تفكيك خلايا إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين؟ أنا أعتقد يعني الأمن البحريني ما شاء الله عليه يعني نشط. شوفي، أصعب مرحلة هو كشف الجريمة في مرحلة التحضير والإعداد لها. نعم. هذه من المراحل الصعبة. الضربات الإجهاضية اللي تمارسها قوات الأمن والقوات حقيقة الأجهزة الأمنية، ضربات الحقيقة حمت أهل البحرين، حمت أرواحهم، حمت ممتلكاتهم. فهذا الحقيقة يسجل يعني يسطر بإعجاب لرجال الأمن أن يلقون القبض على المجرم في مرحلة التحضير والإعداد قبل أن يتم تنفيذ الجريمة. وهذا يدل الحقيقة على دقة المعلومات، في تعاون موجود أكيد وصلت معلومة، في رصد لهذه العناصر، في أيضا دقة في الأجهزة، وبالتالي هذا المجرم يجب أن يحاكم، يجب أن تكون هناك أدلة أيضا تدينه. هذا أيضا الشق القضائي أيضا موجود. نعم. فأعتقد يعني هذا يدل على كفاءة أجهزة الأمن البحرينية في ردع المجرم قبل تنفيذ الجريمة. نعم، دكتور فهد الشليمي المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا جزيلا لك.